أسن السكين، أسن المقص. قدامي يا مقصوفة الرقبة، خلينا نلحق نلم الغسيل. يا جماله يا جماله، أنا مش عارفة أنت هتفضلي لحد إمتى ترفضي كل عريس يتقدم لك. لحد ما يجي لي حد عليه القيمة يا أختي. اللي عليهم القيمة دول ما بنشوفهمش غير في السيما، لأن في المنطقة المقيحة دي سقفك يجي لك واحد بينزح طرنشات. خد السكينة يا ست هيام. تسلم إيدك يا عم متولي، بروح حاسب أبويا بقى. ماشي. يلا يابا عشان انت بتعمل ايه يابا؟ ما تسيب لي في ايدك ده ويلا ناكل. ده وضب البوتاجاز ده لخالتك ام جمالات اللي ساكنه تحت الرابع. الجديد بيذبح يا بنتي، ما تيجي بعد العصر ان شاء الله عشان تاخده، ما تاخدش الباقي منها. طول عمرنا بنبيع جدعانه ما بنلمش ثمنها، ربنا هي بس يعينها على ابنها اللي محتاسه ورا ده. ربنا ما يكتبها عليك ابدا يا هيما. يا دي النيله يابا. يابا امال لو كان اسمي نظينيه كنت عملت فيا ايه؟ ده انا حتى اسمي هيام، يعني الدلع كله. تقوم تقول لي برضه يا هيما؟ انت بنت زعلانه ان انت بنت البكريه وانا بدلعك. اديك قلت بنتك والبكريه، يعني انا مش ان انت ربنا ما رزقكش بس يا شامبو. جدع جدع شامبو. كنت فين يا لا؟ كنت واخدها في الخراب. يا تحسب بلفظك، هو انت عملت كده على طول بتلطش وبترش الكلام كده زدتش في ايه يابا؟ هو غلط في ايه؟ ما هو فعلا كان واخدني في الخراب. مش زبال يعني؟ ولا انت اسم الله شايفه مدير بنك؟ اشرب من تلقيمة التوان سلام اللي انت فيها عم مرادة. تسلم يا تلقيمة، تسلم اخويا. يلا يلا اتكل على الله، يلا شوف عارف كده من صباع حلوة. خدوا معاكوا البت دي، هتروح للمعلم ناصر بتاع الزيتون، هتاخد منه حبة بضاعة انا متفق عليهم. انت يا عم مش خبوك هتضحك يا عم. الله ايه الشامبو؟ بس بس ايه ده؟ الحوت القتيل. قتيل؟ يا لهوي يا لهوي، ده شكله كده لسه في الروح. يا جدعان يلا نشيله سوا، يا جدعان نوديه على اي مستشفى. جيلي بقول لك ايه، احنا مش عايزين مصايب، انا داخل على جواز. انت مفيش مروءه كده خالص، مفيش دم، خلي عندكم انسانيه. تعالي يا بنت شيلي معانا بنت ربنا. ارفع يا عم. متعلقات مصطفى السبيلي محفظته فيها الاوراق اللي تخصه، بس ما فيهاش اي حاجه تخص البحث. تمام. ده حقك. بس مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا فؤاد بيه. ما تبقاش طماع قوي كده يا حسين، انا عوض عليك اصل جات كتير قوي. انا عايز افهم سعادتك، احنا محجوزين هنا ليه دلوقتي؟ جرايه يا ناس، هو خير ان تعمل شر ان تلقى؟ يعني هيتباركوا بينا يا خالتي العيال؟ ما انا قلت لك انت هتودينا في داهيه ما صدقتنيش. زغرتي بقى بطلوا رغي طولة لسان، انا كل شويه اقطع ورق. بقول لك ايه يا سعاده الباشا، ما ينفعش تروح الحريم وتكلبشني انا والباقي في ده. لا طبعا ما ينفعش. المهم دلوقتي الجدع اللي احنا جبناه سايح في دمه ده لسه عايش ولا مات؟ أنا مش مطمئن خالص، واختفاء مصطفى ده مش طبيعي أبدا. أكيد أكيد جراله حاجة. أنا هتجنن يا بابا، يعني هيكون راح فين؟ ويعني إيه قفل تليفونه كل ده؟ إحنا لازم نبلغ البوليس. هو أخد ضربة على راسه بقى لحد، ورغم إن الجرح مش كبير لكنه غائر، وده تسبب في فقدان الذاكرة. ده غير بقى الحروق السطحية على وشه. العناية الإلهية بقى تدخلت وأنقذتهم للموت، رغم إن الرصاصة جاية جنب قلبه بالظبط. هيا قول لي، هما دول اللي اعتدوا عليك؟ ما
مش فاكر حاجة، مش فاكر اسمي اصلا. اكتب يا ابني. عمرنا نحن امجد الغمراوي وكيل النائب العام باخلاء سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم لعدم استيفاء الأدلة واقفل المحضر في ساعته وتاريخه لحين ورود معلومات اخرى. استني يا اختي والنبي عايزاكي دقيقه بس. خلصونا يا اخوانا. ايه بقى التراخي ده كله؟ يلا يا هيبه يا بنتي. حاضر يابا حاضر. دقيقه بس يا باشا. طب يلا شهاد. خلي الفلوس دي معاكي، الراجل اللي جوه غلبان وملهوش حد، لو احتاج يعني علبتين عصير ولا حاجه جيبيهم له، وبالمره كمان هاتي له نص فرخه تسند قلبه. انا الاثنين حاضر. يا اختي كك وجع عينيك، وانت يا اختي ما تجيبي لاختك قوي. هجيب لك سندوتش صبوري بقى. سمعتي يا اختي؟ ولو حصل اي حاجه والنبي تكلميني. خدي رقم بقى. هاي بابا عملت ايه؟ ما يعرفوش عنه اي حاجه جوه. يعني هيكون راح فين؟ ده احنا بقالنا اسبوعين قلبنا عليه الدنيا، ده احنا ما خلناش مستشفى ولا اسم اللي ما سالنا فيه. يا بابا ده حتى عربيته ما لهاش اثر. يا بابا اتصرف الله يخليك، اعمل حاجه، رجع لي مصطفى عشان قطر الله يخليك يا بابا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خد جنيه اهو يا ام فاروق، يبقى لي عندك مر. جنيه يا نصابه، جرابك انت اتمرجحتي قبل كده كتير. خلي قلبك ابيض. لا انا قلبي بيجي ساعه الفلوس ويبقى شبه التينه. حاج ما تجيت تتمرجح يا اختي. كفايه الدنيا مرجحاني شمال ويمين، هتبقى انت وهي على رأيك. الو. الجدع اللي انتوا جبتوه خد اذن بالخروج ولحد دلوقتي ما حدش جه خد. كشكول العمر مكتوب فيه كام ورقه مليان عيشه بهنا وظلم وقهر. الحق ضايع فيه منهوب من السرة، واللي ينام شبعان بيقنع في الجعان بالصبر. اللي ينام شبعان. ايه ده؟ هو ايه اللي مطلعه بره يوم؟ بيقنع في الجعان. انت ايه اللي خرجك من المستشفى يا ابني؟ هما اللي مشوني. يعني ما انتش فاكر اي حد من قرايبك، معارفك، حبايبك؟ انا مش فاكر اي حاجه. طب قول لي، طيب انت اكلت حاجه؟ طب انت يعني معلش في دي الكلمه، ما فكرتش هتعمل ايه او هتروح فين ولا تيجي منين؟ والعمل يابا هنسيبه كده ولا ايه؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. ما تيجي ناخده معانا، يلقط رزقه في اي شغلانه وهو نبقى كسبنا فيه ثواب. والله انا خايف الواد ده يكون وراه مصيبه تلطنا كده ولا كده، واحنا مش ناقصين. لا يا عم رضا، مش عايزك تقول انا خايف ولا الخوف يخش قلبك طول ما انا موجود جنبك يا عم رضا، بس انا باكد لك ان الواد ده وراه مصيبه. مصيبه لما تشيلك وتورك من هنا خالص يا بعيد، ده انت قرفتنا. طب بالعقل كده يا مستمعين، واحد لقيناه مضروب بالنار ومرمي جنب الترعه وسط الزباله، هيكون ايه يعني؟ عريش البحر. اول حاجه يا بقف تقولها تنخشش في الدنيا. ما تقعدوا عندكم لحد ما يظهر له ايه؟ اهو نكسب ثواب فيه يابا، يعني نبقى لا بنكسب فلوس ولا حتى نكسب ثواب. اسمع يا عم رضا، الكلام ما اتعشى فايف، انا حريمي ما تكشفوش على رجاله غور كده، الواد ده رجلي مش هتعتب البيت. رجلي بطيتي. امال اللي قعدوا فين يا اخويا؟ تكونش عايزنا نحجز له في المينا هوس مثلا، ولا عايزنا يعني نرميه في الشارع لكلاب السكك يا مدهول انت؟ انا هوضب له العش دي بات فيها، ياخد باله كمان من البضاعه. عشه ايه؟ هو فرخه؟ انت تسيبوه ويجي يبات عندي، او انا جبت معاه في العشه هنكاكي سوا. Thank you.
وده مين ده راخ؟ ده بقى صراع الشمال، تاجر خرطه ربط من شبرا، جننوا الحكومه والحكومه جننت لحد ما طفش منهم وجاء هجر هنا. الخير على قدوم الوردين، اهي بشايره هلت اهي يابا. انت هتفتح هنا يالا ولا ايه؟ في ايمن بيه؟ هم اعداء النجاح لحقوا بلغوك ولا ايه؟ ده انت كويس هتعرف اسمي وتعرفني كويس. يا باشا انت اشهر من النار على العالم، انت نجم سطع في السماء. هتعيش بادبك؟ هشيلك فوق راسي. هتقل ادبك؟ هقل منك. يا باشا الماضي عدى وفات ونسيناه، وجايين نفتح صفحه جديده بالحب وناكل بالحلال وبما يرضي الله، وكفى المؤمنين شر القتال. وربنا برضو بيقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم صل على النبي. الحمد لله. والله بعت لي ظابط من وزاره الاوقاف كده، يا رب اشكرك يا رب كده التوبه اتقبلت يا باشا. لا عشان خفه دمك ديت انا جددت لك شهرين كمان مراقبه. سلامه يا شمال. الف سلامه يا باشا. صاحباتك السلامه يا باشا، في السلام والامان. كده كويس يا عم رضا؟ كلمني يا عم رضا. يا اختي نغه، ما تقول له انكل احسن. بطل ورورة بقى، اسمه يا عم رضا. عم رضا يا ابني، انما ما تقولش عمو دي. قال كده انت هتقول لي يا عم رضا، انا بقى هقول لك ايه؟ هقول لك على حاجه يابا، تهت والاناه. احنا هنسميه على اسمي الغالي حمائي. طب ماين وليميه. طب ايه رايك نسميك احمد؟ استسهال قوي يا عم رضا. نسميه الغريب مش مباشر شويه؟ انا طول عمري احلم بعيل اسميه على اسم ابويا. ايه رايك في عتمان؟ يا ريت يا اخي، ربنا رزقك بعيل. هنسميه بركات علشان حياته اللي جايه تبقى كلها بركه وخير. طب والله عتمان احلى. طب ثلاثه بالله العظيم الغريب احلى. طب يا جماعه انا مش جاي افرق ما بينكم، سموني بركات ونادوني بالغريب ودلعوني ماشي يا عتمان. اهدي هفهمك على كل حاجه. كده تعرف ايه كده؟ مش انا معلقه السكر بتاعتك؟ انت كل السكر. مش انا سبت غير كل الستات؟ حبيبي انت كل الستات. طب ليه تختفي فجاه كده من حياتي؟ ليه تعمل فيها كده؟ بابا انا بقيت بشوف مصطفى في كل حته، انا هتجنن لو ما رجعتهوش. اهدي يا بنتي. ايه دي حبيبتي؟ مش كده يا بنتي. واد يا بركات. يا عم رضا. ايه يا ابني؟ وانت لسه صاحي؟ ده انا قلت ان انت نومك تقيل. لا يا عم رضا، انا همي هو اللي قتل. علم همك المشي عشان ما يتكلبش في رقبتك وتبقى تعبان. رحت فين؟ يا ركبي. ركبي اصلها بعد عنك، الخشونه عامله مشكله معايا، ده غير الناقص هنا بقى في قطع في الغضروف. اللي جالك؟ اللي بتاخده ده يا عم رضا؟ ابدا دي اسبرين يا ابني عشان تسكن الالم حبتين. شوف يا بركات، انا عاوز اقول لك على حاجه. ثق في ربنا يا ابني، وانت ان شاء الله هترجع لاهلك سالم غانم. مش لما اعرف انا مين الاول. اسمع كلام عمك رضا وانت تكسب. على رأي المثل، اكبر منك بيوم بيبقى ايه؟ عيد ميلاده قبل عيد ميلاده. بيعرف عنك بسنة تغف. قوم يا قوم نصلي الفجر. قوم نصلي الفجر. قوم النبي عم رضا، شوف لي لباس اصغر من ده، لباسك كبير تايه فيه اكتر ما انا تايه. بعد الفجر. شوف يا بركات يا ابني، مش عاوزك من هنا ورايح تتكشف مني ابدا. نفسك في حاجه اطلبها، هتلاقيها مجابه على طول. اطلب ايه يا عم رضا؟ انا عايز لباس على قدي، لباسك كبير قوي انا تايه فيه. حلوه. انا اقصد ان انا اعمل الحبتين دول معاك. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ عشان اني انا عاوزك تبقى خشن حبتين،
يعني حفظ الحركات اللي بعملها معاك دي تخليك واد جدر. يعني انا مش هبقى بجد غير لما يجيلي تسلخات. حلوه يخرب بيتك. ايه انا ايه الحاجه؟ بص يا واد انا عاوز اقول لك على حاجه يا بركات، ان انت لو مؤاخذه في الكلمه ينفع يعني ان انت تبقى في الصيف ماشي كده عليك عبايه وعليك تلفيحه صوف وعلى حاجات من دي؟ لا. طيب ينفع لمؤاخذه في الكلمه ان انت تبقى في الشتاء برضه ماشي بلبوس كده عريان رفرف؟ برضه لا. اه انا بعمل معاك عشان كده، عشان تبقى يا واد جايينا، تبقى في وسطينا وتبقى منينا. حلوه دي؟ يعني انتوا كلكم عندكم تسلخات؟ حلوه يخرب بيت شيطانه. انا بضربك كده ليه بقى؟ عشان الحته دي تنشف تقدر تشيل عليها حاجات. تعال 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 ورايا. طب انت رايح فين حضرتك؟ حضرتك دي كلمه تقولها برضو؟ ايه حكمه حضرتك؟ طب معلش ياض، اللي زي ما يتقلوش حضرتك، اللي زي في الحته بتاعتنا دي يتقول له يعني يا معلم، واخد بالك انت، يا حاج يا كبير. ها؟ طب هتشتري ايه؟ يا حاج يا معلم يا كبير. راح اشتري جرجير. شكلك بتقرا شعر كتير. حلوه حلوه. ولا تليمه. ايوه يا استاذ صلاح. هات شويه شاي لطيف سكر ظريف. خد احلى كوبايه شاي خفيف. روح بقى من وشي. وماله مسكر قوي كده ليه؟ مالك يا بركات؟ ابوك دقني في السوق قوي هيمه. يا عم اسمي هيام. هيام على السود ومنيل. حقك عليا والنبي يا بركات، والنبي يا اخويا ما اقصد، والنبي ما تزعل. ولا يهمك هيام، ازعل من ايه بس؟ يكون اكتر من اللي انا فيه. اهدى على نفسك يا بركات، اي حد بيجرى له اللي يجرى لك ده بيرجع زي العيل الصغير، بيبقى كانه لسه بيتعرف على الدنيا من اول وجديد. اهو قدري ابتدي الحياه من اول السطر. بص يا بركات، انت لازم انت تودك في الدنيا زاد عن كده، يعني ما ينفعش تبقى طري قوي ولا تبقى غشيم قوي، والملف الساعد لازم تتعلم الموضوع ده كويس قوي. يعني لو رايح مثلا السوق عايز تشتري شويه عيش، هتقول للراجل ايه؟ تقول له نبي اديني خمس ترغيفه حلوين زيك كده. ولو رايح تشتري طماطم هتقول للراجل ايه؟ هات خمس طماطميات حلوين كده زيك. اسمع يا بركات واشتري مني، هتقول للراجل ايه؟ عايز كيلو طماطم. عايز كيلو طماطم حلوين كده زيك. يلا اتكل على الله. سير يا نورمان. خد يا بركات، خد يا واد، هات لي اللي في الورقه دي من الصيدليه اللي على الناصيه، وخد 5 جنيه لي. معلش بطبخ للعيال ومش فاضيه. خد خد يا هيام. خد يا بركات، ده رزق جايلك من عند ربنا. اهو رزق جايلك، حطه في جيبك. ماشي يا لو. ماشي يا ورجان. طب تعالي معايا يا لو. يلا اروح اجيب لها. لا بقى، انت كده بتتلكك يا حمدي. بتلكك يا فوفه بس يا فوفا، في عريس في الدنيا بيخش من غير انتريه؟ اه صدق معاك حق فعلا، انا غلطانه يا حبيبي. ما هو عمك الوزير ولا ابوك السفير لما يجونا لازم يقعدوا يمددوا على الانتريه. يا اخويا انت حد يعرفك ولا بيطيقك غيري اصلا؟ يا بنت انا بفهمك يا بنت حاجه للمستقبل، بفهمك حاجه للمستقبل. ماشي هنخش من غير انتريه، هنتنايل من غير انتريه. افرادي جه عريس لبنتنا، اقعده فين؟ اقعده في المنور ولا اجيبه الخرابه؟ صدق بالله انت هتشلني. مش يا اخويا لما اتجوز انا الاول ابقى اجوز بنتنا اللي انا بشوفني في وش امها؟ حرام عليك يا حمدي، بتعمل فيا كده ليه؟ عندي القلب يا حمدي. يا سام يا سام يا زفت الطين، ما يصحش تنادي الواحدة في حتة زي بتاعتنا دي كده باسمها دغري. أمال أنا أديلها أقول لها إيه؟ هي مش اسمها سام. أيوه ناديها باسم جوزها، باسم بقول لك إيه؟ ناديها باسم ابنها، ابنها فاروق. قول يا فاروق. يا فاروق. أيوه كده يا فاروق. يا فاروق. عايز إيه؟ مالكش أقلص في الصيدلية. خلاص الله يفضحك، حط ال 20 جنيه في السابق. جبت بيهم مرم تسلخات، لباس عم رضا كبير عليا قوي. خرب بيتك ليه بتتفضح انت ولباس عم رضا؟ خلاص يا فاروق، عندنا ال 20 جنيه هديهم لك. Thank you.
وصل وصل يا سعادة النائب وصل. انت تؤمر؟ لا خلاص، اعتبره من دلوقتي في ايد امينة. هو احنا نقدر ما ننفذش اوامر سعادة النائب؟ موافقة الارض بتاعت سهل حشيش خلصت. الله الله الله. في رعاية الله، في رعاية الله يا فندم. اتفضل. وانت بقى فالح بتعرف تنايل ايه؟ اي حاجة جنبك في سبيل ان السواحي انبسطوا. بس انا كان نفسي اطلع ظابط. ظابط؟ طب روح ظبط نفسك كويس. تفضل واقف قدام الغسالة وهي شغالة، أول ما النور الأحمر ينور تفتح الغسالة وتطلع الغسيل. تفتح إيه؟ أفتح النور الأحمر وأغسل الغسيل. لما النور الأحمر ينور، لما النور الأحمر ينور أغسل الغسيل يا عم افهمني بقى. يوه ما تزعجليش قدام زميلاتي، ما تكسرش بنفسي. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. لما النور الأحمر ينور أيوه تفتح الغسالة وأطفي الغسيل، أغسل الغسيل. تشيل الغسيل أيوه النظيف وتحط الغسيل الوسخ. فهمت؟ حضرتك الشغلانه دي مش بتاعت رجاله، انا عايز شغلانه تانيه. على الله بس تفلح فيها يا اخويا. ربنا يستر. اشرفك يا كبير. ازيك؟ فلاح عبد السميع فالح زميلكم جديد. انا جايب واسطه كبيره بس شغال هنا مؤقتا لحد ما يشوفوا لي شغلانه تانيه. اسمك ايه؟ أسيل. ايه؟ أسيل. أسيل؟ عشانك يا أسيل هغسل الغسيل. يا بوي وانت اسمك ايه؟ نورهان. ايه؟ نورهان. نورهان؟ أنا زميلكوا بقى، لو عزت أي حاجة أنا موجود. ماشي. المغسلة فيها راجل من النهاردة. ماشي يا أسيل؟ يا بوي دي غسالة دي ولا مستشفى الصاد؟ ايه يا بوي؟ يلا يا جماعة بسرعة بقى خلونا نروح. ما قام سيدي طربي شيء، كل ده مطبخ، ده اكبر من بلدنا. شوف يا ابني واتس يور نيم؟ 26. اسمك ايه؟ ايوه ماي نيم از فلاح عبد السميح فلاح في روم قصر حيدر اسيوط. شوف يا فالح، انا عايزك تعمل لي الطماطم دي كلها صلصه. العشاء بيبتدي الساعه 6 بالظبط، قبل 6 تكون عامل الطماطم دي صلصه. حضرتك عايز الساعة صلصة كل دول يبقوا ستة؟ يا جماله يا جماله. أنا أشرفك يا أبو عمو. مفيش أبو عمو، أنا شيف. هشرفك يا شريف. استنى يا شريف. شريف يا منارك الطافح يا حفال، هتعصر محصول طماطم مصر كلها؟
مسلسل تركي ولي. بعد ما كنت بقعد مع الشواتة وجعيدي بقيت في وسط النسوين دي كلاتها. بس هنا ما كانتش وحشة، بس عندها شعر في صدرها كتير. الحريم دي كانت بترضى عيني كراميلا يا كراميلا. يا بوي حتى التزيين بريحة الفراولة ده ليه نكهة يا بوي، دي ملهاش عمود فجري. What are you doing? Go away! أنا بطلع لك الرطوبة من جد. أنت بتعمل إيه يا حيوان؟ البت دهرة ممزوق قلت أطلع لها الرطوبة منه. ومين اللي قالك تعمل كده؟ هي قالت لي بالأجنبي بس أنا ترجمت على طول، وبعدين التزيين بتاعها ليه نكهة. إلحس كده؟ قدامي على المكتب. خلاص إلحسوا في المكتب. مفيش شغلانه عملتها في الفندق الا وعملت لي فيها مصيبه. امشي وما اشوفش وشك هنا تاني. ابو زيد جنابك، انت نسيت وصيت سياده النائب ولا ايه؟ ما انا زهقت منك وطهقت. ابو جرافطت سيادتك، اديني فرصه تانيه. فرصه تانيه في الامن. انا طول عمري نفسي اطلع ضابط مباحث. ضابط مباحث يا ولا؟ انت هتتنك ولا ايه؟ واذا ما فلحتش هضطر امسك مكان سيادتك. هلا ايش الشياكه دي يا عم؟ اي حاجه غير عاديه تبلغوني بيها طوالي. ماشي يا بوس، انا هعلمكم الادب. allora signori non è possibile che esco dalla piscina la stanza non è ancora pronta. taglio subito responsabile. اهدى كاتشا سينيوري. ترجمي لي دينا بوس ايدك. الراجل ده خطر ولا ايه؟ لا 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 خطر ولا حاجه، عادي. اصل ده نزيل ايطالي كل يوم لازم يجي يعمل مشكله. ضيع سوبيتو ريسبونسابل. الله يحرقك، الواد ده عينها بيقول ايه؟ بيفكرني بحمار بلدنا. انا حمار يا حمار يا بقف يا زباله؟ ده طلع ايطالي من صام الله. تروح تلم حاجتي في حالها عشان ترجع معايا. ده على اساس ايه بقى ده ان شاء الله؟ على اساس انك مراتي يا هانا. ما في منه وخلص يا عينيا، انا خلعتك يا حبيبي، انت بتنسى ولا ايه؟ ازعج ده منسوق. دي سماح الشريف مطربه قالش كده بتغني في الفندق، تلاقيها عامله شبطه مع زبون من اياهم. استنى راح فين فالح؟ مالناش دعوه يا عم. مالناش دعوه كيف؟ ده شغلنا واحنا عمال نظافه. ما انت خدت كل حاجه خلاص. خدت كل حاجه، هتعمل لي ايه يعني؟ الخناق والمنازل البيئة دي ما تنفعش في فندق خمس نجوم. انت مالك انت يا ابني؟ واحد ومراته بيتكلموا. يا حبيبي كنت مراتك، انا خلعتك، اسجلها لك يعني؟ حركات ابو عتاتا دي ما تنفعش هنا، وبعدين بتقول لك خلعتك، هتكتر هحشيك. وحياة امي ما هسيبك. يعني هتعمل ايه يعني؟ مع السلامة يا جان. هتعمل ايه يا حبيبي؟ ما تتعصبيش. تعالى لو في حاجة عايز تعملها تعالى اعملها دلوقتي. ما تتعصبيش. لا ده حاجة تقرف، اعلى مدخلك اركبه. يا حرج ابو اللي جابتها. ايه ده؟ خلاص بقى. ده ورايا كده في كل حتة، ورايا اروح وده يجي ورايا. ما تعصبيش نفسك. لا انا زهقت. لا ابعد. انا اسفة قوي. انت مين؟ فالح عبد السميع فالح، فرد امن جديد. انت جديد هنا يعني؟ فعلا اول مرة اشوفك. وانا منسور. ميرسي قوي يا جماعة، انا مش عارفة اشكركم ازاي. هشوفك تاني اكيد اكيد. يلا عن اذنك، باي باي. هاف ا نايس داي. او يا بيبي عجبك العودة فالح؟
ده وتر على عود طايح مشدود. هو اللي مشدود يا عم انت؟ العود ياد. اه بحشي. السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي. سلاحي في ايدي نهر وليل صاحي. العنب 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 احمر ودمه خفيف العنب. ايوه يا باشا، انا لسه واصل الفندق من شويه، قلت اجهز نفسي كويس لسماح. ما تقلقش يا باشا، سماح هتموت هتموت. أنا مش طايق الشخصية دي. أنا عارف يا باشا، الفلوس اللي طلبتها كلها ادي ثاني مقدم. خلاص يبقى نطيرها يا باشا. ده شغلي بقى أنا يا باشا، لازم أخد وقت كويس عشان أعرف أصطاد الغزالة منين. سلام يا باشا. يا وجع مصنن. السلام عليكم. يا ترى سامح مين اللي هيخلص مني؟ تكونش سماح الفنان ولا سماح تاني جليل البختي لقى العظم في التورت؟ طب انا هتصرف كيف؟ ده بيقولوا انه يخلص مني. اذا هيقتلها في القريه السياحيه، وانا لن اقبل ان اكون بهيمه وقت حدوث الجريمه. يا فندم الكلام ده اللي قاله فالح بالحرف الواحد. مش ممكن يا فندم عيل زي دوت هيكذب علي انا. وساعتك ما تنساش حس الامني. طبعا طبعا، عيبك انك صدقت كلام الواد الغبي ده. يا سيادة العميد، حد ياخد بكلام عيل زي ده؟ ده فاشل وانا مستحمله بس العلة. اصل سيادة النائب كان مكلمني. انت بقى فرد امن منك ليه؟ اسمع يا جدع، انت الحكاية دي تشيلها من دماغك خالص، وموضوع ان انت سمعت حتى لو كنت سمعت برضو تنساه خالص. وبعدين انا متأكد ان انت بتخرف. بخرف كيف يا فندم؟ بقول لسيادتك انا سمعته بودني اللي اكلهم الدود. حضرتك الواد ده شكله مجرم، شفت دراعه كديه؟ اسمع يا جدع، انت تنسى الحكاية دي خالص. انا المدير بتاعك هنا واوامري تنفذ، فاهم؟ تنفذ. انت بتزعج ليه؟ هيا ماما، انا عارفه انا بعمل ايه يا ماما، ما تقلقيش. ماشي اوكي يا ماما. اوكي حاضر حاضر حاضر. ماشي باي باي. ايه يا بنتي، احكي لي عن نفسك شويه، بتحلقي امك كده ليه؟ انا برضه بيبقى عامل كده. امال انت بقى عامله ايه مع مامتك اللي سايباها بقالك 3 ايام وقاعده معايا؟ يعني انت تمشي حبيبتي تبقى طالعه السخنه ومسؤوله لوحدها واسيبها؟ مش اخلاقي يا سو، مش اخلاقي دي ابدا. لا تتسحلي معايا تتسحلي. وبعدين انت راشقه في كل حاجه، انت تتفرج. بقول لك ايه بقى، شغلنا عمرو كده وعايزين بقى نهيص يا سو. ايوه ايوه بقى، ظبطينا بقى. انت جايه عمرو جايه تعمل فينا بوطه صناعه جديده. ابو العمل هنعمل ايه؟ ولا هنعمل حاجه، ما انت بلغت مدير الامن اهو وعملت اللي عليك. يعني اللهم بلغت، اللهم ما فيش حاجه خالص ولا هتعمل حاجه. يعني ما تضايقش نفسك. ما تضايقش نفسي كيف؟ كيف؟ بقول لك مش واثقين فيا، مش مصدقني. انا عن نفسي مصدقك جدا. ما انت مش مهم، المهم هم يصدقوني، يعرفوا امكانياتي. الكلام اللي انت سمعته ما حدش سمعه غيرك، والكلام اللي انت سمعته ده ممكن تكون فهمته غلط. لما اسمع واحد بودني بيقول انه هيخلص على واحده، معناها ايه هيخلص على واحده؟ يطلب يدها؟ بس انا عذرك، انت ما عندكش حس امني. بس انا عندي حس امني، لما اشوف حاجه بشوف حاجات تانية انا بس اللي شايفها. يا جماعه احنا سكيورتي، كبرنا نفض خناقه، نوصل واحد سكران لاوضته، نمسك اتنين في وضع مخل مخل. ده بالنسبه للبهائم اللي زيك. انما انا لن اسمح ان الجريمه دي تحصل في الفندق وانا موجود. طب تقدر تقولي ايه هو دليلك على الكلام ده عشان يصدقوك يا عم الفكيك؟ تعرف هذا منصور، على قد انك بقره وفحل جاموس وما بتفهمش، انما ساعات بتقول كلام بيدخل المخ. الناس دي محتاجين دليل. منصور ايه؟ انت تروح دلوقتي لحد الريسبشن تجيب من هناك لسته بكل اللي اسمهم سماح، وانا اروح اوضه وسيم
اجيب اكبر دليل يثبت ان الرجل ده مجرم. وانا في خدمه اقدمها للوطن. بص يا جوي، انت تقعد في الدله هنا تحت السجره وتدعي لنا. يلا يا منصور، يلا ثقه في الله ننجح رجال. يلا بينا. يا رب ارزقه فلح اكتر ما هو فالح. ازيك يا ابو زيد؟ هو كام كان؟ ياض انت سايبني مدعوك تحت وقاعد تتفرج على الاوروبي؟ ايه ده؟ دي كاميرات مراقبه. شايف الواد ده اهو؟ ايه الواد اللي بيلغى ابو نضاره ده اهو؟ ايه الواد ده اسمه وسيم. الواد ده هنا مش مستريح، عايزك تراقبه على قد ما تقدر. مع اني مش فاهم حاجه بس هرجب لك الوسيم جوي دي. تمام يا ابو زيد، انا عايز راسك في وسط عينك. ربنا يوفقك. قتلها بإيه؟ ما كنتش السلاح معاه ولا عينه في الخزنة. هي الخزنة. أكيد آخر رقم طلبه هو رقم زعيم العصابة. زعيم عصابتي انت فيلم زكي رستم نعيد في تحكيف المحروق ده. من ابو زيد الى فالح، من ابو زيد الى فالح. ايه يا كلب البحر انت؟ الواد الوسيم دي في طريق لغرفته. الله يحرق ابوك يا وش الفقر انت. اعمل ايه يا رب الارض تنشق وتبلعني. منك لله عايش يا وش المصايب. دين اسمهم سماح جايين النهارده غير سماح المطربه؟ ده ايه الحسه دي؟ في حد عندك باسم سماح مرزوق؟ في، ولو ما فيش يبقى فيه 111. يا ابني اهدى، انت مالكش دعوه بالشغل ده خالص. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ميرسي. كومه سعيده. ميرسي. فلا عبد السميع فلا فرد امن. يلا بينا. عليا الطلاق، ما حدش شايل الشروط غيري. في الشنط وفي الحجز. بعدين انت مش سكيورتي؟ ده سميم شغلي، مهام وظيفتي. انا موجود هنا لحمايتكم، لحمايه الفندق ولحمايه الراجل ده. طيب شكرا. ميرسي. طيب. عينيك حلوه قوي. ده عينيكي دي ولا لانسر؟ يلا بينا من هنا. اتفضل. علي اطلق، ما حد شال الشنط غيري. خلاص انا اسف. ده مظلوم. في حاجه حضرتك؟ ويلكم تو ات ار. يعني اهلا بيكم في العين السخنه. الشنط يا مهلبية شكلها وقع. اهلا 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 وسهلا. اهلا بك يا فندم. نورت الفندق يا انسه سماح. ميرسي. في الحقيقه انا سعيد جدا
إن الحلقة دي بالذات من برنامجك التاسعة تماماً، وخصوصاً اللي هيحضرها الدكتور أحمد الأسيوطي، هتتصور هنا عندنا في الفندق. وما تقلقش هننزل لكم شكر على التتر. لا لا، شكر على واجب. على فكرة المفتاح بتاعك أهو، والمخرجة زميلتك دي اللي اسمها رشا. أيوة رشا، ما تتخيرش عنك أبداً، موجودة في الغرفة. اتفضلي الغرفة من هنا. مرسي يا فندم. مع السلامة. مرسي. عن إذنك. حضرتك سماح حسين المذيعة المشهورة؟ أيوة. أنا من أشد المعجبين بحضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مرسي. عندنا مشكلة عويصة قوي في البلد، كان نفسي حضرتك تحليها. إيه هي؟ محاسب قتل الحسنين، ما قتلوا، ضربوا بالأربجية ما بين حواجب. فحضرتك دلوقتي يا ريت قصه البرنامج، يا اما توصل محاسب بحسنين عشان ياخد طاره، يا اما يعني احنا بنلم من بعض عشان نعمل عمليه تجميل عشان الواد وشه باظ من الاربجيه. استاذ السماح، اهلا وسهلا. انا مش مصدق نفسي ان انا شفت حضرتك. انا اسمي منصور. بص يا فندم، انا بدل الحنجره دي في جواره، صوت حلو قوي، فيا ريت يعني اغني في البرنامج بتاع حضرتك. اسمها كده حضرتك؟ ويا بنت جمالك هبشلي والهبشه جت في العبايه. معلش يا فندم، هو احنا للاسف مش برنامج اغاني، ممكن تقدم في ذا فويس؟ ذا فويس يا حضرتك ده اخره برنامج عالم الحيوان. ممكن توريني الاوضه منين؟ ادخل اتفضل. اتفضل يا فندم. يا ابن المحظوظه، ما تديني فرصه بقى زفت كريمة وفي غيره وعرفهم تليفونات. يا بنتي ربنا يهديكي، بالراحة كده ردي عليه، اتكلمي معاه. لا والله مالك، يعني محسساني ان انت اول مرة تقعدي معايا وما تعرفينوش. ده انت اخر واحدة مفروض تقولي كلام. يا بنتي انا عارفة انه عصبي وبيغير ويخنق ودمه تقيل وكل الحاجات دي، بس بصراحة بقى يا سو في حاجات موجودة صعب ان احنا نلاقيها اليومين دول، وانتي عارفة ومتأكدة انه بيحبك وبيموت فيكي. مش مصدقة انه هو بيحبني. ساعات كده بقعد افكر اقول ليه يعني ما عملش زي كل الولاد، ليه ما قاليش انه هو عايز يتقدمني. بقول لك ايه، فكك، انا اصلا جاية هنا عشان افكني من الهري ووجع الدماغ ده، ما تجيبليش سيرته تاني لو سمحت. هي مش اللي هناك دي سماح حسين المذيعة؟ نيك معرفهاش. فاكرة المذيعة اللي كنت أخدت معاها التريننج بتاع الإخراج ده؟ بس في إيه؟ دي نفخة نفخة. لا يا شيخة ما تقوليش كده. يا بنتي باين أوي أنت بتهزري. استني بس أي يا دكتور، هو حضرتك هتوصل إمتى؟ طيب على ميعادنا وإحنا هنبقى جاهزين إن شاء الله، منتظرين حضرتك. أوكي أوكي يا دكتور أحمد، مع السلامة. باي باي. هلو، عامله ايه؟ عامله ايه؟ انتي عامله ايه؟ تمام. احمد مين ده يا قطه اللي بتكلميه؟ مش تقولي لنا؟ والله ابدا، دي مكالمه شغل حتى، اخس عليكي، دايما سوسه. اه استني سماح. سوري سوري. ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انتي عامله ايه؟ الحمد لله. احكي لي بتعملي ايه هنا؟ احنا جايين هنا نغير جو ونفك شويه عشان سماح حانم عندها مشاكل مع صاحبها، ويا عيني دي برست ومش طايقه نفسها ومش طايقه حد ومكتئبه وزعلانه وكل الحاجات دي. بتقولك اي كلام على فكره، مفيش حاجه من الكلام ده صح. نصيحه مني، لو انتي بتحبي ارجعي له بجد. لا انا ما بحبش حد، مفيش اي حاجه مضايقاني على فكره. سيبك منها دي اونطاجيه، قولي لي انتي بتعملي ايه هنا يا بنتي؟ انتي مش عندك برنامج كل يوم على الهوا؟ اجزت يومين وعندي تصوير حلقه مهمه جدا مع احمد الاسيوطي. هو رجع من امريكا؟ ايوه هيرجع كمان يومين، بس ده كان رافض يعمل اي انترفيوز ولا صحافه ولا تلفزيون. انا بقى اقنعته وناوي يفضح كل العمل اللي عاملين فيها وطنيين وبيتمولوا من بره. ممكن بليز اجي معاكي التصوير؟ اصل بصراحه وحشني جو التصوير واللوكيشن والست والحاجات دي. بس كده ده انتي تأمريني امر، وبعدين تعالي هنا، ده احنا هنصور هنا كمان، دي تبقى فرصه هايله. منصور منصور منصور. نعم يا فلوحتي. اسف اني جلكتك يا حبيبي. اه اجيب لك حاجه تشربها؟ لا انا لسه شارب حلبه. يا نهار اسود عليا يا فالح، اللي عملته ده فالح بقى. هي دي الامانه يا ابن العيانه؟ عمال اقول لك لازم تصحصح وراسك تبقى في وسط عينيك. بعد اذنك يا فندم، الرئيس عنده حق،
وبعدين انت مقفور قوي في النوم، ده انت بتشخر اكتر ما بتنام. وانت بتشخلل وتطبل اكتر ما بتشتغل، غير يا فالح، ما كله تمام اهو، انا لسه متصل بابو زيد، سماح الشريف في اوضتها، وسماح حسين وسماح مرزوق في الحمام. في حمام واحد؟ ده انا هرسل حمام السباحة. حمام سباحة ايه؟ حمام السباحة. ايه ده انا شفت وسيم ماشي ماسك شنطة هاند باكورد وماشي ناحية حمام السباحة. يبقى وسيم هينفس النهاردة. لازم نمسك ومتلبس النهاردة. منصور. نعم. جودة. أيوة يا فندم. تعالوا ورايا. تمام يا فندم وصلت الهدف. في أوامر بتحتم علينا جهومكم المطرحكم دلوقتي. ليه يعني إن شاء الله؟ في إشارة جات لنا إن في إعصار كبير أكبر من إعصار ساندي، اسمه إعصار مروة، جاي علينا وهياخد الأخضر باليابس بالجلع باللابس. فين ده يا جماعة؟ ما هي الناس قاعدة أهي، أمال إيه المشكلة؟ جودة. اوقف احرس البنات وما يجلعوش الكاشات مايوهات. منسوب. ايوه. تعالى ورايا. وراك. ايه الهبل ده؟ ما تخافوش، انا مخلي بالي من الكاشات مايوهات. سماح، اطلعي اوضتك دلوقتي عشان في خطر عليكي. بجد؟ ايوه. الراجل ده سفاح. الشنطه دي فيها ايه؟ تبعته يا ابني انت؟ امشي امشي. انا معايا اذن من الاداره ان انا افتش الشنطه دي دلوقتي. انت عبيط يا ابني ولا بتستهبل ولا بتستعبط ولا الشباب مجننه وجاي يسقي الهبل علينا؟ سيب الشنطه يا دن. لو حد بس سيب الشنطه هتعاني. اوعى يدك. ايه كمية الكريمات دي؟ عندك تسلخات ولا ايه؟ اهدى. كريم ازالة شعر. هات الشنطة دي. انت بتستعمل ايه ده انت؟ ما تهزرش. منصور! ليه كده؟ انا بغرك يا منصور! لا لا! ليه كده؟ يا دي الرجولة مش بالعضلات! الرجولة بالقلب اللي مات! منصور! تعال نقعد خد. على فكره يا سماح السكريبت جالي وانا شايف انه قوي جدا وهيعمل لنا مشاكل مع اداره القناه. بصي يا رشا، البرنامج ده خبطه واي خبطه وراها مشاكلها، وبعدين ما تخافيش قوي طول ما انت صح. طبعا ما المخرجين اللي بيتقسوا في الاخر مش المذيعين. طب يلا يا اختي نكمل كلامنا في الريستوران، انا هموت من الجوع ما اكلش حاجه من الصبح. يلا. يلا غور، انت لا سواق ولا تعرف حاجة عن السواق. يلا غور. زعلان قوي عشان وصلني مشوار اسود زي وش ام. زعلان بس كاتمها في قلبه طبعا، ما يقدرش ينطق. اصله ساكن معايا، يعمل لي حساب زي الكبير والصغير هنا. دي بقى منطقتي، منطقة صلاح روسي. انا هنا زي ما تقول كده وزير الداخلية بتاع المنطقة، يعني ظابط الصادر والورد والداخل والخارج كله. يا سعاد يا موحى، الورشة كمان فتحت. ما تبعت يا ولية، هات الشاي خلينا نروح شغلنا. ده يا عم جاد بتاع الفول، أول واحد بيصحى في الحارة وآخر واحد بيروح شغل. يا فاروق، زحليفة ماشية، يكرهك في الدنيا واللي فيها، ويبقى نفسك إنك ما تكبرش عشان ما تبقاش في يوم زي. صباح الفول يا عم جاد. ما بيردش عم جاد. نسيت اقول لكم، عم جاد اصله قطرش، اصله ما ينفعش انه يكون بيسمع وما يردش السلام على صلاح روس. ده عم سايب بتاع الفرن بيضرب سميره مراته كل يوم بيضربها، ومحدش هيحوش خالص عشان بعد ربع ساعه بالظبط ضحكتها هتجيب لاخر البيت. هما زي ما تقول نظامهم كده، اصطبحتهم كده يعني، ضرب فطبطبه فنحنحه فالباقي مفهوم. اخ كلمني على المحن. ده حمدي علولة من طلائع شباب المنطقة، نفسه يبقى شاي بس مش عارف، دماغه على قد إلا يعني. يا حمدي إلا، بس ما تقولش إلا. لا إلا، أما تحط راسك براسي وتصدر لي الغباية على حجرين حشيش تبقى ناوي على موتك يا حمدي علولة. إلا تقوم فاتح لي دماغه قدام الحتة كلها بالمطوة. الله العظيم ده حرام عليك برضو عم صلاح. لو خلاص ما تزعلش. يا في ايه يا صالح؟ خلاص ما تزعلش، احمد ربنا ان انا ما طلبتش رقبتك. الناس هنا غلابه، لو ما كانش في واحد معاهم زي صلاح روسي كانوا ضاعوا من زمان. انا بتزعلني انا على فكره كلمه بلطجي دي؟ اي فتي والسلام، ده زمن السمك الكبير. العالم البسارية دول ملهمش مكان في النيل إلا على الشط. أنا الشط يا ناس، أنا الشط يا بسارية يا ولود البسارية.
الواحد ربنا يغوره من الحاره دي على خير. بتقولي حاجه يا سموحه؟ لا لا يا اخويا ما بقولش حاجه، انا بكلم نفسي. كلام جواني يعني. تموت في مزيه نفسها. ماشي براحتك، بس لما تنوي ابقى زمر او قلب كشافات. انا راشق يا فجره يا فجره يا فجره يا فجره. وده ايه كمان؟ كنا ناقصينه على الصبح ده؟ واليوم باين من اوله. ده بقى فتحي الوساخه بعينها. الزمن رماه في الحاره، محدش فاهم اتحدف علينا من اني داهيه او لقح عند كل بيت شويه. احلى حاجه في الواد فتحي انه مخلي الحاره زي الفل، بينظف كل حاجه الا نفسه ابن الكئيبه. قشطه فتحي. مين انا؟ مين انا يا رخم؟ يا راجل بطل الهباب اللي بتشربه على الريق ده، وروح صلي لك ركعتين لله. دي الحاجه امي بيقولوا لها حاجه، مع ان عمرها ما خرجت بره الحاره. روح بقى بات في الخراره اللي انت جاي منها. دي هدوم عمك زكي ابويا، محدش بيقول له حاجة عشان طول اليوم بيضرب ميه. لما الخمره كلته كل يوم الصبح امي ترمي له الهدوم وهو يصلحها بالليل بنص كفته من هوها والحاتي. الحاجه اصلها تموت في الكفته. اف ما اخشش مره بيتنا الا لما اشم هب وعفانه. ينهي فتحي. انت وصلت هنا كمان؟ فتحي فتحي انت هنا فتحي؟ هات الوقت فتحي من عندك، هاتولي من عفابنا المعفنه ده. حاضر يا معلم. هيزبل لنا البيت ابن المعفنه، وانا اقول الريحه المنيله دي جايه منين؟ خرب بيتك ولم ابن زبالت الحاره كلها، عامل لي فيها بني ادم وعنده املاك. خش جوع 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 يا زلمه. لا بتوع انا يا روح امك. لا جوع جوع. خد يا ولد، خد الزباله دي كلها وارميها بره في اي داهيه. يلا يا زلمه. زلمه زلكي بتقول يا ابويا انا زكي؟ يا زلمه حط عليك جنيه. يا صلاح مالك بيه؟ ما تصطلح الصبح سيبه بحاله. اسيبه ده ايه يابا؟ ده هيملى البيت عامله حشرات. انا حشرات؟ انت اوسخ من الحشرات. انت اوسخ من الحشرات. بس يا اخويا انت هو يا صلاح الفراخ بتاعت امك وسخت البيت كله، محدش هيقدر يشيل القرف من السطح غيره. نضف الزتا. جدع 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 يابا، هيلبد لنا في الحوش ومحدش هيعرف يتعتعه. ما بيصدق يلزق في الخن. بحاجة بحاجة زراع. انا رخم انا رخم يابا، هتبحولك هنا وقتي. يا صلاح يا ابني اهدى بس، انا جايبه هنا ينظف السطح وبعد كده معوره في داهية. يا بي عليك انتوا الاثنين. ماشي، تنظف السطح وتلم زبالتك دي وتغور من هنا. فاهم يا زيتي؟ يا رغي تعرف لو شفتك هنا تاني يا زيتي. يلا يلا يا رغي. مش فاهم انا ابويا حنايم معاه قوي كده ليه؟ تقولش هو ده اللي هيدخله الجنه؟ ياشي تكون عامل الزيته والزباليطه اللي تحت دي. كنت بقيت فين الزريبه يا هالي؟ امي. صباح الخير يا ام صلاح. صباح الزفت على دماغك انت واللي جابوك. جاتك قاعدة الدينه. امي بتموت فيا، ابنها الوحيد. اوعى تاكل حته الفرخه بتاعتي ده، مناب يا روح امك. انا مش قادر اعمل حاجه. ده صوت واحده تعبانه. اللي مع امي دي البت ناهد، الحته الطريه بتاعتي، حبه الحنيه اللي في حياتها. بنت يتيمه وغلبانه، انا ابوها وامها. عيبها الوحيد ناهد انها شغاله ممرضه. تدري حوار يعني بقى للرجاله وتشوف حاجات زفت. شغلانه منيله يا اختي. خلصيني بقى، انت هتديني حقن ولا هتعملي لي عمليه؟ جاهزه اهو. طب استنى ما تعدل. بلغيها تجيلي الاوضه، اصل في بينا شويه احتكاك في المشاعر بس في الرفايع كده. اصلها بنت صعبه. انا حاولت معاها كتير الصراحه يا نيله.
بس ما اكلش عشان كده بقى انا هتجوزها. واللي ما يجيبهاش الشيطان يجيبها المأذون. ولا قد كيس الزباله الفتحي يرميه بره لاحسن لاحسن ريحته قلب الشق. ادي فتحي اللي بقى فجأة مهم ده. ماشي يا أم فتحي. ولا حبيب قلبي تتسابق. ولا كده ولا بتصعبطش لحسن انفخ لم الزباله دي. ما تخافش ما تخافش مفيش مطوه ولا نيره. لم الزباله دي اللي في الصفيحه حطه في الكيس. اللي في الصفيحه دي كيس حطه في الكيس. حطه في الكيس. ها هات الزباله كيس. خلص حطه في الكيس. حطه شيل مطوه حطه فيها. الريحه الحلوه بتقرب المسافات. أمي خروح أمك نامت يا بنت. ما هو ده المراد. إيه أنت مش شامة ريحة حلوة يا بنت. يا بنت عايزك في كلمتين. طيب ماشي قول بسرعة وحركات مش عايزة حكيم. أنا فهماك حركة يا بنت. أنا برضو بتاع حركات. ها أنا برضو بتاع حركات. يا بنت أنا عملت حاجة يا بنت. دي بس كتير أنامل بس. إيه تفكت وسط أهل أم جرة. لا أخويا بابا بدها هبعد اهو. صلاح صلاح العبيط يا صلاح هتفتح. صدرك حته ماخرك ليه يا صلاح؟ ما يحرمنيش من ما جايبك ابدا. فده 2000 جنيه من رديش انزل مليه بس فداك. مش خساره فيك يا بابا. حط شطه حط زبرده. ما انت جبت الفلوس دي منين يا صلاح؟ كان لها شيء انا ميتين كده عند واحد حبيبي وجبتهم. هات ورده يابا. ولا صلاح رص ساكن هنا. انطق يلا. اوه مش ناقص عبط يا عم. يلا يلا يا عم. بكره غرقك دهب يا بنت بس انت ادعي لي. ده انا مفيش ركعه الا لما قريتك فيها دعاء. زي امي كده. ادعي لي دعوتين بالليل وتقشطني عليهم الاسبوع كله. عاوز اخدها بقى ونروح نطلبك من خلف الحرامي. طب بس ما تقولش حرامي يا صلاح. لو حرامي انا يا حاجة حلوة. روح رجع البطاطا يا بلاش يا ولا لو لا لو 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 لو. ايه العباطة اللي انا بغنيها دي؟ الشوكولاتة ساحت مطرح مطرح. ايه بتنيه بتنيه يا دلوح بتنيه يا عم. انت مش نضفت السطح.
مضغور بقى واتفرقنا. بتضيق دم هنا وبستينا. ما انت نادي استهبال. قوم يا ابني، قوم لم البلاوي دي وغور. بتضيق دم ستينا. وانا فاهم منك اي نيله. بلطجية يا دم هنا. بلطجية في ايه؟ كان في بلطجية في الحارة. بلطجية يا دم ستيرة. معاك يا عبيد. ايه؟ ايه بقى هنا يا عبيد؟ هنا بلطجية في البيت. هنا أمّا 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 أمّا. مالك يا ولد؟ فين يا واد يا ابن المسروع؟ الحمد لله انك بخير يا أمّا. الحمد لله. ايه؟ خايف عليا عشان الاوساخ اللي دخلوا على امك وهي نايمه؟ مين دول يا امه؟ هيكونوا مين يعني؟ بلطجيه اشكالك، لولا عملت فيها ميته كانوا خلطوا عليا. شكلها ايه العيال دي يا امه؟ بقول لك عملت فيها ميته. طب استنيني انا يا امه، ما تحركيش انا جاي لك. مش اتاخد صلاح روسي بيتسرق في بيته وفي سلاحه. لا دي هتولع. اوسخ حرامي حرامي الحرامي. ولا ايه ده؟ العيال جت هنا دي هتعرفها لما تشوفها. تعرفها في الدار. لا بص لي هنا لحسن خنافك. عبد ايه؟ عبد ايه؟ انت يا حمدي. حمدي ساب البيت يا روسي. انت مين يا عم شبح اللي بتتكلم؟ ما تطلع طريق نفسك. صباح الخير يا ابو صلاح. حمدي شال عفشه وعزل النهارده. مين قال؟ قال لسه شايفه النهارده الصبح. النهارده والله العظيم. انا هكذب عليك يعني ولا هخبيه يا ابو صلاح؟ هو اللي بعت لي الحمله. ماشي. مين اللي شال له عفش؟ الواد رومي. هو فين سيزفت رومي ده دلوقتي؟ طلع على اسكندريه يودي نقله خشب للمعلم سيد وراجع بكره الصبح يا برنس. ولا فتحي العيال جم لو شفتهم هتعرفهم. العيال جم لنا هناك هتعرفهم لما تشوفهم. لا انت ولا ناولة. اعرفهم اشوفهم في الضلمه اعرفهم. اتفضل امشي. ما تحركش من هنا. صباح رباح. انا همشي. انت مش هتمشي ولا هتتنايه. وعل عليا الحرام من الدنيا هتبعك. نام. بنت هلال. يوه خضتني يا خالي. نعم. لو اعرف الصندوق ده فيه ايه. بقولك يا بنت، خالك مزنوق في قرشين ومن غير مقاطعه كده اول الشهر اول ما الموظفين تقبض هرجعهم لك على طول. منين يا خالي؟ ده انا كل فلوسي راح على جهازي. مش انا بجهز نفسي؟ لا اب ولا امي يجهزوني. بطلي كهنه يا بنت وايديك على 200 جنيه سالف. كان على عيني والله يا خالي. ما هي كلها طايره حتى اسال صلاح، بس لو عايز حته حشيش اجيبها لك منه. خلاص عليك يا نايل. انا برضو استلف علشان الحشيش. انا كنت عايز اجيب هدمه حلوه كده علشان احضر بيها فرحك. انا هجيب لك يا خدي ما تشيلش هم. استنى بره الاوضه دي كانت ما قوي. تعال نقعد في الصاله. طب ما تنسيش تقولي بقى الواد صلاح على حته الحشيش. طيب انتبه يا بنت لدروسك ما تخيبيش خيبه اختك. حاضر يا ماما. اوعي العيال تخطف منك السندوتشات. حكي من انت ناصحه. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. هو ده اللي انا باخده منك. أنا جالس يا بابا. حبيبي ازيك؟ هي ماما تيجي انت يا بابا؟ أصلها وحشتني. اسمع مفيش ماما تاني ومفيش مدرسة. يلا لا راعي مدرسة. الراجل عايز يغتصب البيت. مدرسة. عايز يعمل البيت. عايز يعمل البيت. وبنك
كنت فين امبارح لما البنطجيه دخلوا البيت؟ خلاص ايه يا عم زكي، انت عايز يقلع البنت هدومها، عايز يغتصبها، انت جايب لنا دي في البيت يا اخويا؟ وانت جاي خلاص يا نيلي، انت علينا اللقطه في الفضوح، خلصت من نفسك اللي بتفايت دي. رد دوع ما تزعلش يا محمد، ما تعليقش عليه، ده دماغه مهويه. اه فين؟ الله 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 الله، في ايه يا ابو صلاح؟ ايه اللي فيه ايه؟ مفيش حاجه، مشوار صغار كده وهرجعها لك. بس ايه؟ انت هتحور؟ قلت لك مشوار صغار وهرجعها لك، فيها نص انا هاكلها. اركب بقى يا فتح. لا ما اعرفش اسوق. مش هتسوق، اركب ورا. ما اعرفش اسوق ورا. وانت لما تركب ورا تبقى هتسوق. اركب انا، تعجلني الام. اركب خلاص، انا اركب ورا. في حاجه نص؟ الله عفانة اهلك، اسكت. امر ابو صلاح، قالوا لي انك شلت عفش الواد حمدي امبارح. اه في حاجه؟ وديته فين يا رومي؟ خلص وديته فين يا رومي؟ خلص. ايه يا عم بتزعق ليه؟ خلاص هذا فاتح. هو مصيني ما قولش لحد راح فين. يا بابا هو اللي عملها. رسينا يا صاحبي، بعت له عيال صيعه على البيت على اخر الزمن. صلاح رصي بيبعت له بلطجيه على البيت. مات لطول عمره، انا وديته عند امه الزهره يقعد معاها. كانت أمه سودة إن شاء الله. وديته فين يا نومي؟ أنت يا نومي وديته فين؟ خلاص نقطع يا نيلة. تعرف تقول إيه؟ ألو، الحق على حمدي، الولا روسي جالك في الطريق. انزل يا. أنت يا. مع سلاح روسي. ايوه عمنا. انت فين؟ قاعد تخبى عند امك؟ تخبى عند امك؟ بس لو علمنا عليه هنتصيد في الحته كلها. لا يا عم الله الغني، ده سلاح روسي. تك على الصبر يا عمنا. خلاص الفرخه كانت بيضها. الفرخه كانت بيضها. تعالى يلا جرب حصل. اهي اهي اهي، اضرب يا تديني حقا. أنا ناهد. معلش مش هتحس بحاجة صلاح، مش هتحس بحاجة. والله ما عيب ان الست تدي الراجل حقا. هو في ايه ولا في ايه؟ ايه ده؟ انت هنا؟ قوم يا ابن الكئيبة اخرج بره، قوم اخرج بره. هي الأقساط، هي الأقساط. قوم هنا خلاص يا صلاح، خلاص احنا في مستشفى.
خليه يخرج بره، والله حبره، والله حبره. جاتك نيمة، ده ده هو جه قال لنا كان زمانهم قطعوه. سيبني وتخيلوا، عمال تصلي يا ابن الكئيبة. بتكلموا مع مين؟ انتوا مش عارفين انه راجل عبيط وهبل؟ هتخرجوه ولا هو خلاص يا صلاح، يلا يلا بره 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 بره. غور يالا غور يلا خلاص ارتاح. هو كان هيعمل لك ايه يعني لما قد كده؟ مش عايز اشوف وش امه، هو اللي نحاسني ابن الفقرية. ايه ده؟ ايه الدوشه اللي هنا دي؟ وايه دول؟ طلعيهم بره بره. خلاص يا عم خارجين بره بره. يا صلاح هلا احسن. هلا يا بابا. حاضر حاضر. على دينك طيب. حاجه غريبه قوي الدكتور ده، ماله ومالنا؟ قرش من الحته ليه؟ قاعدين مع عبدينا، امال مين يعني اللي هيقعد معاه؟ خلاص يا حاج بقى، ده مشروع المستشفى كلها، تعالوا مناطق الاستراحه. يا باي انا تعبت قوي. بقول لك يا وليه، ما تيجي نشرب حاجه؟ انت شايف عينك دي كويس؟ شايف يا دكتور. المهم التانية يا ريس. تانية ايه؟ احمد ربنا، لما الجرح يلم هنعرف ايه اللي حصل. يا ناهي. ايوه يا دكتور. طايرين على الجرح ده كل يوم، هشوفك بعد اسبوع. الف سلامة يا زمل. الله يسلمك. زي الفل ان شاء الله. عيني راحت، عيني راحت، بس وحياة امي وامك اللي انا واخد حقي تالت ومتلت. القرنيه فيها مشاكل جامده قوي، حظك مهبب. ايه القرنيه دي يا بنت؟ العدسه النيله اللي جوه العين اللي بتشوف بيها يا صلاح. اللي معاهم فلوس اي حاجه تبوظ في جسمهم يدفعوا ويغيروها، والفقير يموت لو جات له شويه كحه. جاتنا نيله بحظنا الهمام. انت بنت حلاله يا بنت الاهل، اصيله. ولا انا هفكك مني. لا يا صلاح ما تقولش كده، انت لو شويه عضم في قفه انا عمري ما اسيبك. صلاح رصي عضم في قفه، عد في قفة يا واطية، عد في قفة، عد في قفة، عد في قفة. والله بيطاع ورا صلاح رصي. راح فين صلاح رصي بتاع زمان اللي كانت النسوان بتريل عليه؟ يا ترى الناس هتفضل تخاف منك وانت بعين واحدة، ولا هتستقلك ومش هتعمل لك حساب، ولا انت ايه حكايتك؟ كفايك يا صلاح بقى، بص على عينك، اللي حصل حصل، تعالى اما اغير. يا ست مش عايز اغير ولا نايل يا باد، يعني هترجع تشوف تاني لما اغير. مش اهو نعمل اللي علينا حبيب، اهو نعمل اللي علينا اخوي. يا بنت ما تفهميني، انا اقدر اشتري القرنيه دي ازاي؟ ها؟ انا ممكن اتصرف في اي فلوس، انا اعمل اي حاجه في الدنيا، بس عيني ترجع تشوف تاني. قرنيه غاليه قوي يا صلاح. يعني ايه مفيش صرفه؟ ما هي نشتريها حد يتبرع بيها بعد ما يموت. انت تتقابل يا بنت بعد ما يموت؟ انا اللي خلينا اركب عين واحد ميت. يعني اساسا مين هيتبرع بنظره وهو عايش؟ حد بيبيع عينه كده اللي بيشوف بيها؟ ده يبقى يا مجنون يا عبيط. فتحه خلاص، ما انتش فاتح تنين. انت فين يا فتحي؟ انت جيت هنا تاني يا حرامي. يا حرامي يا حرامي يا حرامي. الفرخة. انت معاك فلوس؟ الفرخة. لا حول ولا قوة. ايه اللي موقفك هنا؟ عاوز ايه؟ فرخة، اكل فرخة. نعم يا حتمك، فرخة؟ عاوز فرخة؟
فغاكل. يلا 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 غرفة ده يلا فغاكل. قول ده راجل غلبان. نعم يا اخويا غلبان. ما لو كل واحد غلبان وعبيط ادينا له فرخة يبقى ان شاء الله مش هنلاقي حاجة نبيعها. العبط في البلد دي بقى اكتر من الفراخ. دورت عليه في كل حته قلبت عليه الدنيا. هات يا اسلام شاكرين. هكون راح فين بس؟ ما انت عايزه ليه؟ هاخد منه فرده عين. ايه واحده بس؟ الله هي مش كل عين ليها قرنيه؟ هو واحده وانا واحده. امال ممرضه ازاي؟ القرنيه يا بت ده انت اللي قلتيه عليها. ايوه هو هيرضى غصب عني. ده اكل شهر بنام عندنا ببلاش. ايه شايلني وشايلك؟ لا يا اخويا انا مش دعوه بالحوار ده خالص. نهار اسود تاخد عينه. انت مالك انت؟ الله انت بس رسيني الحكايه دي بتمشي ازاي وانا داير من بكره. ارسيك ايه؟ انت عايز تاخد عين الجدع عيني عينك كده؟ انا عمري ما شفت حد عايش بيدي حد عينه ولا حتى امه. يا بنت ما تفهم بقى ما تبقيش حمار. الله الواد فتحي ده واد عبيط ممكن هو بيعدي الشارع عربيه تلهفه يطب ساكت. فاديته بايه عينه بقى؟ يبقى نصيبه كده. ما انا نصيبه يا بنت. الله فهم بقى ما تبقيش حماره. وانا لما اخد عينه هيموت؟ ابدا هيشوف بس بعين واحده زي كده. وبعدين وانا يعني هرميه؟ ابدا انا هاخد بالي منه ارعيه اكله واشربه طول عمري. وبعدين ما تفكري كده شويه هو الواد ده مش كان ممكن في الخناقه عينه تطير؟ فكري بقى ده انت جحش قوي. طب هتقولها له ازاي دي؟ الله ينور عليكي عشان كده انا بقول لك فهميني بس الفيلم ده بيمشي ازاي وسيب الباقي عليا. امين. قولي امين بقى ما تبقيش كافره. الله امين. مش هتفوتوا والله.